بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السيد رئيس الجامعة المستنصرية الأستاذ الدكتور حميد فاضل التميم المحترم، السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر المحترم، السادة العمداء المحترمون، الحضور الكريم من الجامعات العربية والعراقية المحترمون، كل بحسب مقامه ولقبه العلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الود والمحبة نلتقي في رحاب كليتنا كلية المصرية وهذه المنصة العلمية الرائعة. محاضرة اليوم بعنوان هل عرف البابليون الفلسفة، يقدمها الكاتب في الفلسفة والسياسة والأدب ومستشار رئيس الوزراء الدكتور حسين الهنداوي. مرحبا بكم مرة أخرى. يتفضل السيد رئيس الجامعة المستنصرية الدكتور حميد فاضل التميم المحترم بإلقاء كلمته. تفضل دكتور، افتح المايك دكتور. العفو. تمام. شكرا جزيلا دكتور مهند. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عميد كلية الآداب المحترم، الحضور الكرام مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وباسمكم نرحب بالأخ العزيز الدكتور حسين الهنداوي، ونشكره على أولا على مشاركته معنا في هذه المنصة الدولية التي اكتسبت مكانة وسمعة طيبة تليق باسم الجامعة المستنصرية وتاريخ هذه الجامعة العريقة. ومرة أخرى نشكره على عناء هذه المحاضرة، وبالتأكيد هي محاضرة جدلية، الكثير منا درس وتساءل هل وجدت فلسفة أو وجد فكرا عقلانيا إنسانيا في إطار الحضارات الشرقية تحديدا، أو لنقل أن البعض جعل من الحضارة اليونانية ومن أثينا تحديدا نقطة الانطلاق للتفكير الفلسفي العقلاني. أعتقد مثل هذه الموضوعات نحن بحاجة إلى أن نستمع إليها، وعندما يأتي الحديث من أستاذ مختص وكبير بالتأكيد سيكون للكلام قيمة ومعنى كبير. فأهلا وسهلا بالدكتور الهنداوي ضيفا عزيزا على الجامعة المستنصرية، وكل الترحاب به وبالأساتذة والزملاء في الجامعة المستنصرية وفي الجامعات العراقية والعربية. وأعتقد اليوم محاضرة نوعية تضاف إلى سلسلة المحاضرات التي اعتدنا عليها في كلية الآداب، فشكرا جزيلا مرة أخرى لكل هذه الجهود، وشكرا للدكتور الهنداوي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم دكتور. يتفضل الدكتور حسين الهنداوي. تفضل دكتور، المايك لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أولا أن نتقدم بجزيل الشكر لسعادة رئيس جامعة المستنصرية دكتور فاضل حميد التميمي، وأيضا للدكتور عميد كلية الآداب، ولكافة أساتذة وطلاب قسم الفلسفة في كلية الآداب بجامعة المستنصرية. كل الشكر على إتاحة هذه الفرصة لي للتحدث عن الفلسفة البابلية، وأخص بالشكر الأساتذة الدكتور رائد جبار رئيس قسم الفلسفة بالجامعة في كلية الآداب في جامعة المستنصرية، وأيضا الدكتور علي المرهج ومنظمي هذه الورشة الإلكترونية المهمة. تحية طيبة أيضا لكافة المشاركين في هذه الأمسية الثمينة على قلبي، لأنها الأولى التي أتوجه بها إلى محبي الفلسفة مباشرة. هل عرف السومريون والبابليون والآشوريون الفلسفة؟ هذا السؤال طرحه ابن خلدون عندما تساءل عن أين ذهبت الفلسفة البابلية. أيضا السؤال أين وما هي فلسفتهم في المجالات الجوهرية التقليدية للفلسفة كالميتافيزيقيا والفيزيقيا والمنطق والأخلاق والسياسة وغيرها، ثم كيف نفهم شبه إجماع مؤرخ الفلسفة
في الغرب وأيضا في الشرق على القول بوجود معجزة إغريقية في ولادة الفلسفة، واعتبار كل ذلك الفكر السومري والبابلي والآشوري وحتى المصري والفينيقي الضخم الذي سبق الفلسفة الإغريقية مجرد حدث أسطوري وبالتالي لا مكان له في تاريخ العقل المنطقي. هذا ما أردت أن أجادل به هنا طامحاً دون تعصب وابتسار إلى تقديم إجابة غير تقليدية على أسئلة تقليدية جداً في الواقع. ومنذ أن كانت الحضارة الإغريقية القديمة على قيد الحياة بعد أي قبل التاريخ الميلادي بقرون، وبعض المؤرخين الإغريق والرومان يرجعون أصول الفلسفة إلى ما قبل الحضارة الإغريقية، أي إلى من يسمونهم بالبرابرة، وهذا ما فعله ديوجينس اللايرئي في مقدمة كتابه حياة الفلسفة أو الفلاسفة عندما تحدث عن الوجود القديم شبه الأسطوري للفلسفة في بلاد ما بين النهرين، واحتمال أن تكون بلاد بابل منبع الفلسفة الأول، بعد أن لاحظ أن ما بينها ما بين بابل وجزر اليونان مهد الفلسفة الإغريقية هناك تماس واتصال قويين يجعل من المتعذر أن ينكر المرء صلة القرابة الفكرية بين مقولة أول فيلسوف إغريقي طاليس التي أرجعت أصل كل وجود إلى الماء، وبين مطلع ملحمة الخلق البابلية الإينومائيلش التي كتبت قبل ذلك بقرون طويلة والتي تقول أنه لم يكن في البدء إلا الماء. وتكفي نصوص كهذه على أي حال، كما كتب مؤرخ الفلسفة الفرنسي إيميل برهية، لتبين أن طاليس لم يكن مبتدأ نظرية فلسفية مبتكرة في نشأة الكون بقوله ذاك كما يرى برهية. لا شك أن نمط الفكر المعبر عنه قصصياً ستوري، ومنه كلمة أسطورة أي عبر تمثلات دينية أو أدبية، يحد من الطاقة الفلسفية للفكرة هذه أو تلك، إلا أن ماهيتها الجوهرية تظل مع ذلك حاضرة بقوة فيها بالقدر الذي تنجح أن تؤسس في الذهن علاقة وثيقة بين المادي العياني وبين والميتافيزيقي، علاقة لا تقتصر على لحظة ما في الماضي إنما تمتد بمعنى أو آخر لتشمل المستقبل أيضا بغض النظر عن وضوح مضامينها وقوة صياغاتها وأبعاد استعمالاتها اللاهوتية والأيديولوجية المحتملة. ونحن نرى في الواقع أن جوهر القضايا الفلسفية هو ذاته في كل الأزمنة التاريخية التي نعرفها، ولا جديد تحت الشمس في كل الثقافات في هذا الشأن أيضا. وبالتالي وبما أن الأسئلة الفلسفية الكبرى على الأقل التي طرحها سقراط أو أفلاطون أو أرسطو لا تكاد تختلف عن تلك التي واجهها بعد أكثر من 1000 سنة الفارابي وابن سينا وابن رشد، بل حتى بعد 2000 سنة عند ديكارت أو هيجل لا نجد سبباً عقلياً يمنعنا من الاعتقاد بأن الأسئلة الفلسفية التي تصدى لها المفكرون البابليون والسومريون قبلهم والمصريون القدامى أيضاً هي تماماً نفس تلك التي تصدت لها بعد فترة مماثلة الفلسفة الإغريقية أو الرومانية أو المسيحية في القرون الوسطى. بالطبع لا يجوز لنا أن نسقط فكر زمن لاحق على فكر زمن سبقه، إلا أن المفكر البابلي لا يمكن أن يكون خرافياً وساذجاً في مجال الأسئلة الوجودية الكبرى ويكون عبقرياً ومبدعاً في العلوم النظرية الأخرى كالرياضيات التي وهذه مفارقة كبرى يتم الاعتراف له بالسبق والعبقرية وبالفضل على الإغريق والرومان والغربيين جميعاً، كما أن اللغة البابلية وأدواتها التي نجحت في استقبال ونقل مفاهيم دقيقة ومعقدة في الفلك والرياضيات والترقيم الدقيق ومبادئ قضائية دقيقة أيضاً لا يفهم برأينا أن تكون عاجزة عن حمل مضامين فلسفية أو نظرية مجردة، كي يضطر المفكر أو رجل العلم
إلى اللجوء للتعبيرات الخرافية والحكايات الأسطورية لإيصالها. من هنا اعتقادنا الجازم بأن ما وصلنا من ملاحم ومدونات السومريين والبابليين والأشوريين لا يمثل إلا نزراً يسيراً من نصوصهم الفكرية والعقلية، يكاد يقتصر على الجزء الذي سمحت به وحافظت عليه السلطات الرسمية للدولة والتي وجد في مكتباتها، مكتبة آشور بانيبال مثلاً. وهذا يفسر أن جميع الملاحم والتراتيل التي بلغتنا تدور حول تمجيد ديانات الملوك والعقائد الرسمية للدولة دون الفكر الفلسفي الحر والنقدي الذي قد نعثر عليه يوما. ومع ذلك فإن معرفتنا الحالية بالفكر البابلي على نواقصها مهمة جدا، وتسمح لنا بذاتها أن نقول بأن هناك منظورات فلسفية بابلية حول نشأتي الكونين الميتافيزيقي والملموس وحول مصيريهما. وهذه المنظورات لا تتضمن فقط مادة فلسفية مؤسسة على استنتاجات تأملية منظمة وتطرح نفسها كمنطقية وكنسق وكمضمون ومنسجم أعظم الانسجام مع فكر مع خصوصية أسئلتها ذاتها، إنما تبدو تلك المضامين الفلسفية مستهدفة بذاتها ولم تكن عفوية، مستهدفة من قبل مؤلفين صرنا، وهذه قضية مهمة جدا، نعرف أسماء عدد من المتأخرين منهم كإحقار الحكيم، بل بينهم من يكشف مثل بيروسا البابلي وديوجين البابلي أيضا عن وشائج قديمة ومتينة بين الفلسفات البابلية والإغريقية تسمح بفرضية ولادة الفلسفة الإغريقية من الفلسفة البابلية وفي رحمها. برغم يقيننا بأن مشكلة الأصول الأولى للفلسفة هي المسألة الأقدم والأعقد في تاريخ الفلسفة كله، بل قد تظل عصية الحل أبداً بين مسائله. لقد قادنا البحث الدقيق والمقارن إلى الاستنتاج الواثق أن معنى فيلوزوفيا في اللغة الإغريقية ذاته أي حب الحكمة بابلي الأصل كمصطلح وكمضمون أيضاً، وهو يعني تكوين فكرة عقلانية شاملة عن الوجودين الإلهي والإنساني. ويدعم استنتاجنا هذا أن أفلاطون نفسه لاحظ في محاورة كراتيلوس أن كلمة صوفيا ليست إغريقية الأصل تماماً، بل هي غامضة جداً في أصل اشتقاقها اللغوي، هذا عند أفلاطون، وتوقع أنها قد تكون وفدت إلى بلاد اليونان من ثقافة أجنبية مجاورة، ويقصد البابلية بشكل خاص على الأرجح، لعلمه الأكيد بأن الجزر اليونانية كانت قد ارتبطت في عصره بعلاقات مباشرة وواسعة مع منجزات الحضارة البابلية الفكرية والعلمية أيضا، وذلك خلال نحو قرن من الاحتلال الفارسي لجزر اليونان الشرقية بين عامي 547 و449 قبل الميلاد. وقد لاحظ أفلاطون نفسه أن اليونانيين وخصوصا الذين كانوا تحت سيطرة البرابرة على حد قوله استعاروا الألفاظ منهم غالبا، معترفا هكذا مبكرا وبصراحة نادرة بأن نشوء الفلسفة في جزر اليونان الشرقية اللصيقة بآسيا الصغرى كان بتأثير من الأفكار والفلسفات الواردة أو المستلهمة من حضارات بلاد النهرين الأقدم. من جانبه يخبرنا المؤرخ الإغريقي الشهير ديوجينيس اللائرئي أن أول من اخترع مصطلح فيلوزوفيا في الثقافة الإغريقية في حوالي عام 510 قبل الميلاد لم يكن إلا فيثاغورس نفسه، ناقل النظريات البابلية في الهندسة والرياضيات والفلك إلى بلاده، والقادم للتو إلى مسقط رأسه ساموس من إقامة ودراسة استمرت نحو 12 عاماً بين 525 و513 قبل الميلاد في بابل، تلك الحاضرة التي كانت تقدس إله الحكمة أيا وتمجد حب الحكمة وتسخر بالحكماء باعتراف حتى العهد القديم
خصم بابل اللدود، وأيضا وكما لدى السومريين والبابليين كان نأت الحكمة يقتصر برأي فيثاغورس على الإله وحده، أي أنه لا يصدق على أي إنسان، والإنسان بالتالي هو محب الحكمة وحسب. ولذا قال فيثاغورس عن نفسه: لست حكيما لأن الحكمة لا تضاف لغير الآلهة، وما أنا إلا فيلسوفا، أي محب الحكمة، وهي مقولة تنسب أحيانا إلى ششرون أيضا. ويدعم الأصل البابلي لمصطلح الفلسفة في رأينا أن بلاد الإغريق كانت قد دخلت في علاقة مباشرة وطويلة مع منجزات الحضارة البابلية الفكرية والعلمية خلال فترة الاحتلال الفارسي لأراضيها بشكل خاص، والحروب التي اقترنت بها، وهي فترة استمرت طوال نحو 100 سنة بين منتصف القرنين السادس والخامس قبل الميلاد، وسمحت بقيام مبادلات تجارية وحضارية وثيقة وواسعة، لا سيما في فترات الهدنة والسلام العديدة التي تخللتها، الأمر الذي وفر فرصة ثمينة وطبيعية لليونانيين كي ينهلوا مليا من منجزات الحضارة البابلية التي كان الفرس قد اقتبسوها بشكل واسع لحسابهم، واعتمدوا عليها كليا بعد غزوهم لبابل متخلين عن تقاليدهم القديمة. ومن المعتقد بقوة أن زيارات من رحالة ومثقفين يونانيين تمت إلى بلاد ما بين النهرين لأغراض الاطلاع وحتى الدراسة خلال تلك الفترة، وهذا يفسر كيفية استفادة هوميروس من ملحمة جلجامش في كتابه الأوديسة، أو اقتباس هيزيود لهرمية الآلهة البابلية في كتابه أنساب الآلهة، أو أخذ طاليس بمفهومي الأصل المائي للوجود وروحانية المادة، أو محاكاة زينون الإيلي للديالكتيك البابلي عندما وضع ديالكتيكه الصوري أساس الديالكتيك الجدلي، كما يفسر استلهام غيرهم لمبدأ هرمية الآلهة، ثم الثالوث المقدس فالوحدانية المطلقة، وكذلك العلاقة البنيوية ما بين الإلهي والإنساني، وأن الله مصدر المعرفة كما أنه الغاية الجوهرية للتاريخ. إذا اقتصرنا على الموضوع الفلسفي هنا بموازاة ابتكار وتطوير المنهج التجريدي وتوظيف السرد الملحمي للتعبير عن موضوعات فلسفية. أما محب الحكمة أو الفيلسوف فقد أطلق عليه سكان بلاد ما بين النهرين الاسم السومري منطاكو، وتعني المنطقي أو أمانو، وتعني المرشد أو الموجه في بعض الفترات، وربما من كلمة منطاقو تأتي كلمة المنطق أو المنطقي في العربية، والقادر بالتالي على فهم ماهية العلاقة بين الله والإنسان، وهي علاقة روحية محضة لدى الفكر في الفكر البابلي، وعلى إدراك غاية ومجالات تجلياتها في عالم الظواهر، فيما قد يكون مفهوم أمانو أصل مفهوم الإمام الذي يأم بالناس، وهذا يحتاج إلى إثبات وبحث دقيق في هذا الشأن. لكن تسمية خاكامو التي هي أخذت الغلبة عند الأكاديين وإثرهم البابليين للدلالة على محب الحكمة أو الفيلسوف، وعنها ظهرت تسميات حكيم في اللغة العربية وحاخام في العبرية وحكيمه في الآرامية والسريانية، وهو يعني عندهم الإنسان المؤهل عقلياً لاستلام المعرفة الإلهية وإدراك سبل تحققها في العالم الطبيعي. بالمقابل سمي حامل المعرفة من الآلهة إلى البشر أبكالو في اللغة السومرية، تقابلها في الأكادية أبكالو، وهو كائن فوق بشري وحي تكلفه الآلهة بنقل المعرفة والعلوم الإلهية إلى البشر، والمقصود بها المعرفة العقلية طبعاً أو الواقعية حصراً، كما تشير المدونات العراقية القديمة المكتشفة التي تذكر أسماء لحكماء فوق بشر ظهروا أو وجدوا في بلاد سومر خلال فترات مختلفة، وهم 7 اشتهر منهم آدابا وأتراحسيس وأوتو نابشتم وأوانيس وسواهم. والرقم 7 مقدس عند السومريين والبابليين، ويسمونه الرقم الأعظم لأنه يرمز إلى القوة الإلهية الكلية العظمة، وكانوا يجعلونه مرادفاً
لكلمة الكل تعبيراً عن الكمال الكوني الذي يمكن تلمس رمزيته في سلسلة من المعتقدات الدينية والاجتماعية لدى العراقيين القدماء تتمحور حول العدد 7 كالإيمان بوجود 7 سماوات ومثلها بالنسبة للأرض وبمبادئ أيام الأسبوع 7 والحجب 7 والأجرام 7 والمعادن 7 والقارات 7 والبحار 7 وألوان الطيف 7 وسوى ذلك الكثير. ومنهم على الأرجح اقتبس الكتاب الإغريق القدامى نعت الحكماء 7 الأوائل الذين أطلقوه على مفكري حقبة ما قبل سقراط. طاليس وفيثاغورس، بابلية الثقافة. لا تسمح لنا الكتابات والمصادر المتوفرة لحد الآن تقديم جرد نهائي بكل المنطلقات أو القضايا التي شغلت الفلاسفة البابليين بشكل خاص. فشحة النصوص الأصلية المترجمة على اللغات الرافدينية القديمة مباشرة وفقدان مؤلفات فكرية وتاريخية كانت معروفة لمؤلفين وعلماء بابليين أو كلدانيين اشتهر بعضهم في بلاد الإغريق نفسها حيث كان قد هاجر إليها خلال فترة الاحتلال المقدوني للعراق بعد سقوط الدولة البابلية على يد الإخمينيين. ومنهم الفيلسوف الرواقي العراقي الأصل ديوجين البابلي وبيروسا البابلي والسلوقس الكلداني وكيدينو نابو ريمانو وسودينيا وسواهم ممن تذكرهم المؤلفات الإغريقية بإسهاب المؤلفات الإغريقية القديمة نفسها وتخصص لهم مكانة تفيد أحياناً بأنهم عبقريات فلسفية تفوقت حتى على عدد من كبار الفلاسفة الإغريق الذين عاصروهم. إلى ذلك وقبله هناك مشكلة غموض واضطراب المعلومات الثابتة بشأن أصول رموز التأسيس الفلسفي الإغريقي نفسه وبالتالي صعوبة تحديد مصادرهم الخارجية وانتمائهم إلى الأمة الإغريقية حتى. فطاليس الذي منحه أرسطو لقب الفيلسوف الأول مولود في مالطية بآسيا الصغرى وليس في جزيرة مالطا كما يفهم خطأ، كما أنه لم يكن إغريقي بل بابلي الثقافة. تؤكد المصادر الإغريقية نفسها أنه ترعرع في أسرة مهاجرة من مدينة صور عندما كانت هذه المدينة جزءا من الدولة البابلية بعد أن ألحقها نبوخذ نصر بسلطته منذ عام 671 قبل الميلاد. إذا احتل البابليون صور بعد حصار فرضوه عليها عام 685 ودام 13 سنة وبذلك اعتبر أطول حصار في التاريخ، حيث تنص إحدى مسلات نبوخذ نصر أنه خلع ملك صور الشرير ووضع بدله ملكا آخر وشتت أعداء بابل إلى جهات الأرض الأربعة. فليس صدفة إذن أن يفاجئ طاليس قومه البعيدين عن كل أشكال الحضارة العلمية من قبل بطرح عدد من النظريات الجديدة والجريئة في الهندسة والفلك والاقتصاد كما ذكر المؤرخون الإغريق أنفسهم، أو أنه تنبأ بكسوف الشمس الكامل الذي قيل أنه حدث في 28 آيار من عام 585 قبل الميلاد، أو حاول تحديد الأفلاك السماوية بالنسبة للأرض نظراً إلى أن كل هذه الأفكار كانت سائدة في المدارس البابلية من قبل ومجهولة في الجزر الأيونية قبله. وهكذا، ورغم أن الفكرة الشائعة هي أن طاليس أقام لفترة في مصر إلا أننا نرى أن معرفته الوطيدة بالأفكار الفلكية والهندسية والعلمية البابلية جاءت من دراسته في المدارس التي أقامها آنذاك الملك الآشوري تغلت فلاصر الثالث، وتشير دراسات متخصصة إلى أن طاليس نقل من بابل إلى أيونيا معارف وجداول فلكية بابلية عن ظهور واختفاء النجوم والكسوف والخسوف الشمسي والقمري، وأنه نجح على أساسها في التكهن بالتاريخ الدقيق لوقوع كسوف الشمس، ونفس الشيء بشأن اقتباسه للمبدأ البابلي المعروف جداً قبله بأن الماء هو المادة الأولى والجوهر الأوحد التي تتكون منه الأشياء. أما فيثاغورس المولود في جزيرة ساموس على الساحل الغربي لآسيا الصغرى أيضاً فيبدو أنه كان خلال مرحلة شبابه أكثر ميلاً إلى ثراء الحياة الروحية
والفكرية البابلية من ميله إلى حالتها آنئذٍ في بلاد الإغريق، لا سيما من جهة حيوية العلاقة بين الفلسفة من جهة والرياضيات والهندسة والفلك وحتى الدين من جهة أخرى. وتؤكد المصادر الإغريقية والرومانية أن فيثاغورس قام برحلة دراسية طويلة إلى بلاد ما بين النهرين دامت 12 عاماً، مكنته من تعلم الكثير من النظريات والأفكار الهندسية والحسابية ورصد المظاهر الفلكية وقياس المسافات والمساحات، ومنها نظريات بابلية في قياس المثلثات وأطوال أضلاعها ومساحاتها صارت تحمل اسمه إلى الآن، نظرية فيثاغورس. والدليل الواضح على اقتباسه لها خلال فترة رحلته الدراسية تلك أن أحداً لم يذكرها أو يعرفها سواه من المفكرين الإغريق قبل عودته من بابل. والحال وبينما لم يترك لنا فيثاغورس أي انطباعات أو إشارات عن تجربته البابلية أو لم نأثر عليها بعد، نزع مؤرخ الفلسفة الغربية المتأخرون إلى طمس أي تأثير بل حتى نكران زيارته المؤكدة إلى بلاد الرافين من أجل منح أفكاره منبعاً قومياً أوروبياً حصلاً. ثاني فلاسفة المدرسة الطبيعية أنكسيمندرس والمولود في مالطيا أيضاً لم يكن إغريق الأصل، هو الآخر، بل من أصول ثقافية بابلية، الأمر الذي انعكس في أفكاره الفلسفية كطرحه فكرة تطور الموجودات من أصول مائية أيضاً، والتي عدها بعض المؤرخين أصل نظرية التطور الداروينية، وأيضاً ما ينسب له من وضع أول خارطة للعالم، ما يؤكد معرفته الواسعة بالمعارف البابلية. تجمع الدراسات الحديثة الآن على أن اهتمام البابليين بالرسومات الدقيقة لخرائط المدن بدأ منذ 1000 قبل الميلاد، ففي عام 1930 ميلادية أثر بالقرب من كركوك في العراق على لوح من الطين بمقياس 7.6 في 6.8 سنتيمتر، رسمت عليه خارطة لوادي نهرين بين تلتين، خدر بأنها تعود للقرون 12 إلى 14 قبل الميلاد، اكتشفت في مدينة نفر ليبور السومرية وكانت تصف جدران ومباني المدينة. بلا ريب لا نستطيع أن نتعرف بدقة إلى الآن على جميع ما اقتبسه أو استلهمه المفكرون الإغريق القدماء من أفكار أسلافهم السومريين والبابليين والمصريين والفينيقيين والآشوريين الفلسفية أو الدينية أو السياسية حتى، رغم ثبوت بعض وقائع ذلك الاقتباس والاستلهام، بيد أنه لم يعد موضع خلاف اليوم القول بأن من أبرز الأفكار الفلسفية التي طورها البابليون وهي كثيرة أول محاولة عقلية لتفسير نشأة الوجود باختراع مبدأ أن الماء مصدر الوجود، وذلك قبل ما ينيف على 1000 على طاليس. ونحن على بين أيضا استنادا إلى البحث المقارن بأن العديد من المعطيات الموضوعية المتوفرة تكشف عن وجود وشائج أكيدة وتواصل واضح بين الفلسفتين الإغريقية والبابلية، وتخص منظورات ومبادئ أساسية أخرى، وتسمح بالتالي بفرضية ولادة الفلسفة الإغريقية في رحم الفلسفة البابلية كما ذكرت. بالطبع هناك قضايا كثيرة لا أريد أطيل عليكم حولها، ولكنه أنتقل إلى بعض المفاهيم الفلسفية الساطعة. محاور الفلسفة التي طورها البابليون كثيرة في رأينا، وأبرزها على ضوء المعلومات المتوفرة حتى الآن ما يلي: كما ذكرنا الماء أصل الوجود، وهذا المبدأ تؤكده بصراحة مدهشة نصوص عديدة أشهرها إلى الآن وأكثرها دقة مطلع اللوح الأول من ملحمة الإنوما إليش السومرية، حيث ورد حرفيا ما يلي: عندما لم تكن فوق سماء بعد ولم تكن تحت أرض بعد لم يكن إلا المبدع أبسو ومصدر الوجود تيامات الخصوب متحدين ماء واحدا، ولم يكن بعد وجود ولم تكن بعد آلهة ولم تكن بعد مصائر. وهذا المفهوم المتمثل بجعل الماء مصدرا للوجود الطبيعي والميتافيزيقي على حد سواء يقر إقراراً مطلقاً بأن الماء
موجود وجودا أقدم على الوجود وعلى الآلهة أيضا، وبالتالي فهو لا يمثل فقط أول محاولة لتقديم تفسير عقلي لنشأة الوجود وقبل ما ينيف على 1000 عام على طاليس كما ذكرت، بل يمثل أيضا محاولة متقدمة عقليا وفلسفيا على طاليس وأقرانه الطبيعيين بسبب شمولها الوجودين الطبيعي والميتافيزيقي، بينما عند طاليس الوجود الطبيعي فقط. وعلى العموم ليس هناك أي مجال للشك بأسبقية السومريين والبابليين في اختراع أول محاولة كونية لتقديم تفسير مادي للوجود. الله محرك التاريخ فكرة فلسفية بابلية مهمة جدا، الغائية الجوهرية للتاريخ الإنساني هي غائية ميتافيزيقة عند البابليين، أي مفارقة للعالم الملموس، وتتمثل في تنفيذ خطط الآلهة. الإنسان خلق لينفذ خطط الآلهة، إلى جانب مبدأ الصراع. إلى جانب هذا المبدأ هناك مبدأ مهم جدا، هو مبدأ من الموت تولد الحياة، وهذا المبدأ أساسي في الفلسفة البابلية. أو إلى جانب مبدأ التناقض في سيرورة التاريخ الكوني الفعلي وأيضا الميتافيزيق، حيث أن حدثا وجوديا سلبيا تمثل بموت الإله كينغو، وهو ما يعطي الحياة الإنسانية دفقة الوجود التي هي حدث إيجابي. قتل إله شرير يؤدي إلى خلق حياة جديدة وحياة تبشر بالخير. من هنا نتلمس أيضا وجود جنين مفهوم إيجابية الشر وضرورته استطرادا، إلى جانب تأسيس فذ لمفهوم الجدل يعبر عنه مبدأ الصراع أو التناقض في سيرورة التاريخ الكوني، إذ أن الإنسان كما يرى المفكر السومري والبابلي في الملحمة المذكورة وفي غيرها أيضا مصنوع من دم إله طموح ومتمرد ومتمرس بالثورة من أجل الحرية، وكلمة الحرية مذكورة في أحد النصوص، وهذه الحرية في السماء في الواقع، وهي غائية ميتافيزيقة بالطبع لكنها تاريخية أيضا، الأمر الذي يضعنا وجها لوجه أمام تراث عميق وضخم وديناميكي ومتطور في الفكر السياسي والأخلاقي والنفسي، لا زال في حاجة إلى دراسات نقدية متجردة ومتفتحة. أما البعد الجدلي فالصراع والنزاع والتمرد واللحظات التدميرية الخلاقة لا تكاد تفارق كبرى النصوص السومرية والبابلية، ففي الكثير من المواقع فيها لا سيما المتعلقة بأصل الوجود وخلق الإنسان وعلاقته بالآلهة والمصائر والأقدار، تدعون النصوص السومرية والبابلية إلى الاستنتاج بوجود واضح وثابت لعدد من أسس ومبادئ منهج جدلي بدئي جلي وواضح. فمن السكون تصدر الحركة في الفكر البابلي، ومن الهدوء والانسجام يولد التناقض والصراع، ومن الفوضى يصدر النظام، ومن العدم يصدر الوجود. وأيضا فالجديد ينفي القديم، والأبناء يقصون الآباء، كما لو أن حال لا متناهية من الصراع والحركة هي التي ستستمر بين هذه الكينونات المتضادة. فيما نلاحظ أيضا قبول بفكرة وحدة الأضداد، إذ أن عنصري الذكورة والأنوثة موجودان في الآلهة في وحدة روحية متكاملة في واقع الحال. والحال أيضا لا نستبعد أن تكون بعض تلك المشاهد ومضامينها الجوهرية خاصة قد تسربت من البابليين إلى الفلاسفة الإغريق، بدءا على الأرجح بهرقليدس القادم هو نفسه من منطقة على تخوم الحضارة البابلية هي غرب آسيا الصغرى. أما جوهر فكرة وحدة وصراع الأضداد فيتركز أساسا في مبادئ وحدة وصراع الأضداد على المستويين الميتافيزيق والملموس، وأن النقيض ينتج النقيض وديناميك العلاقة بين التراكم الكمي والتغير النوعي وولادة الجديد في رحم القديم وإيجابية الشر وحتمية التطور، وحول وحدة الأضداد كنمط للتعبير عن وحدة موضوعين متقابلين كالسماء والأرض، أو قضيتين متناقضتين كالخير والشر، أو حالتين متضادتين كالنور والظلام والسكون والحركة أو ما شابه. ثمة إشارات عديدة صريحة للتعبير عن هذا المبدأ المتضمن فكرة التلازم القدري المتقابل والإيجابي
بين أي ضدين ومنهما ما نجده بشكل واضح في نص أنزو، حيث الصراع بين رمزي الخير نانورتا والشر أنزو، وفي المناظرة بين الصيف والشتاء وبين الفأس والأرض، ومناظرة بين الراعي والفلاح والماشية والغلة إلى آخره. بل هناك من النصوص ما يسمح تأويلها بالاستنتاج بأن الأضداد الكلية أزلية، أي موجودة بالقوة ومتحدة في حالة الهيولة الأولى السابقة على الوجود ذاتها، حتى قبل أن تصبح موجودة بالفعل بعد انبثاقها في عالم الظواهر، وعندما لم تكن فوق سماء بعد، ولم تكن تحت أرض بعد، ولم يكن بعد وجود، ولم تكن بعد آلهة، ولم تكن تكون بعد مصائر. والتضاد في الفلسفة البابلية ليس نفياً بل تحققاً إذا جاز القول، أي هي حالة صراع حي بين طرفين لا يوجد أحدهما إلا بوجود الآخر، فيما لا تكون الهيولة تلك إلا بوجود الضدين معاً، أي أنهما كما عبر عنهما عنها هذا المفهوم الفلسفي المصري العظيم، أنه كالهدوء الحبل بالعاصفة، كلا شيء الحبل بكل شيء. وهذه الوحدة الأزلية للأضداد فكرة عبقرية رائدة في تاريخ المنظور الديالكتيكي، ومثقلة بالمضامين الفلسفية التي تحتاج إلى الكشف الدقيق. فالوحدة بين أبسو مياه الأنهار المتحركة، وتعني هنا الحركة بالقوة، وبين تيامة اليم أو الأوقيانوس، وتعني الوجود بالقوة، هي وحدة بين الحركة والسكون في هيولة واحدة وقديمة، هي مادة الوجود التي تتضمن في ذاتها تضادهما بالقوة أيضا. فيما يعبر الصراع بين قواهما الأساسية عن الصراع اللاحق المفضي إلى الانتقال من حالة الفوضى والسكون إلى حالة النظام والحركة، وهو انتقال بدأ بولادة سلسلة من الآلهة في خضم صراع يقصي فيه الجديد القديم بالضرورة، والأبناء الآباء في حركة جدلية إلى الأمام دائما. في ذلك الزمان خلق الآلهة في داخلهم، هذا نص سومري، لحمه ولحامه، ومنحهما اسميهما، ثم جاء أنشار وكيشار إلى الوجود، وأنجب آن الذي نافس أباءه. الصراع هكذا، أو ديناميكية التناقض، هو محرك وشرط تطور الوجود الملموس، وبالتالي العالم الأرضي ومكانة الإنسان فيه، وانتقالهما من مرحلة إلى أعلى. فعبر عملية التفاف داخلي على الذات يولد الموضوع، وذلك عبر حركة جنينية هي لحظة الانتقال من السكون إلى اللاسكون، وهي ولادة منطقية اقتضتها ضرورة إيجاد بدء. من الضروري إيجاد بدء بالنسبة للفكر البابلي أو السومري، لكن ديناميكية الصراع تذهب أبعد من ذلك، أي إلى إنتاج نمط جديد من وعي العلاقة بين طرفي التضاد، ليس كعلاقة موضوع بموضوع كما هو الحال سابقاً، بل كعلاقة ذات بموضوع، أي علاقة الأنا بالآخر. وما ينبغي ملاحظته هنا بدقة هو أن هذا المبدأ كان قد حقق تطوراً عظيماً لدى البابليين، مما لدى هرقليدس والفلاسفة الإغريق الأوائل، من حيث أن وحدة الأضداد لم تظل مقتصرة على موضوعين أو قضيتين أو حالتين ملموستين، إنما ارتفعت إلى أن تكون وحدة بين ذاتين معنويتين هما الفرد والمجتمع، أي الأنا والآخر. وهذه نقلة نوعية عظيمة من جهة غائية المنهج الجدلي، حيث لم يعد التحقق بذاته أي ككيان هدفاً أعلى الوجود، إنما التحقق لذاته أي ككينونة، وهذا يعني نقل مركز الفعل الفلسفي من السماء إلى الأرض ومن الآلهة إلى الإنسان. ويمثل النص البابلي الشهير باسم حوار السيد والعبد نموذجاً قوياً على تلك النقلة، حيث التضاد لا يخدو بين وجودين ملموسين وحسب، بل بين وعيين مستقلين تماماً في إطار إشكالية وحدتهما السرمدية، وعي السيد ووعي العبد. وهذا على أي حال ما يتوج به المقطع الأخير من إشكالية الوحدة الصراع بينهما، حيث الإيجاب والسلب والخير والشر يتماهيان في قيمتهما حتى الأخلاقية. أنصت يا عبدي أنصت،
ها أنا ذا يا سيدي، ها أنا ذا، يقول العبد. ما الخير إذن؟ الخير أن يدق عنقك وعنقي، الخير أن تلقى في البحر وألقى فيه. بيد أن هذه الإشكالية لا تقتصر على المحمولات كوجود خارجي وحسب، بل تذهب إلى أبعد حدودها، منتقلة من الوعي بالوجود إلى الوعي بالذات، وإلى الوحدة الداخلية لذاتين متضادتين، وبالمعنى المعاصر في رأينا. فعندما يعلن السيد البابلي: لا يا عبدي سأقتلك وأرسلك أنت أولا إلى هناك إلى الموت، يجيبه العبد البابلي بثقة رهيبة: لن يحتمل سيد العيش بعدي 3 أيام. إشكالية وحدة الضدين هذه تقودنا هنا إلى استذكار المشكلة الفلسفية التي طورها بعد 3000 عام الفيلسوف الألماني هيجل تحت عنوان ديالكتيك السيد والعبد، وجعلها محوراً أساسياً في كتابه فينومينولوجيا الروح الصادر عام 1807، الذي أراد له أن يكون بمثابة تاريخ الوعي الكوني، وذلك تحديداً لشرح مفهوم جدلية تطور الوعي الكوني المتبادل بالآخر، حيث يواجه وعيان السيد والعبد تحديداً، وهذه مفارقة في الواقع عند البابليين وعند هيجل في نفس الوقت، يواجه بعضهما البعض وينظر أحدهما للآخر عبر ذاته، وعي السيد مقابل وعي العبد وبالعكس، وهي مواجهة تبين أهمية الآخر في معرفة قيمة الأنا أيضاً. إذا توصل هيجل إلى الاستنتاج بوجود علاقة تبعية متبادلة بين السيد والعبد، بمعنى أن حرية السيد أسيرة عبودية العبد، لأن تبعية العبد للسيد تأخذ قيمة تبعية استعمالية في نظرنا، كما أن ماركس وجد علاقة تبعية متبادلة بين الرأسمالية والطبقة العاملة، وبين الربح الرأسمالي والعمل المأجور، وأن مملكة الحرية في الرأسمالية لا تولد إلا بفضل استعباد قوة العمل المأجور، وهكذا. دكتور حسين، أظن يعني لديك 5 دقائق فقط. خلاص تمام دكتور، تفضل. الإنسان حسب الفكر البابلي خلق طاهرا وكاملا وقويا وجميلا ومريدا وموهوبا وحرا وعاقلا وعلى صورة إله، بيد أنه ليس مطلق الطهر والكمال والقوة والجمال والإرادة والحرية والعقل مثل الآلهة، إنما نسبيا وحسب. بمعنى آخر، أن الإنسان لم يخلق من جوهر إلهي محض، إنما من جوهر يتضمن الجوهر الإلهي أو في ارتباط معه، كما أن العقل الجزئي الإنساني يتضمن أو هو في ارتباط مع العقل المطلق، وهذا ما ينبغي في نظرنا استنتاجه بشأن ماهية الإنسان في هذا النص السومري على لسان إله الحكمة أنكي، الذي يصنع كل ما هو طاهر وحسب والمكلف بمهمة خلق الكائن البشري والسهر على طهر صلصاله وبديع خلقه وكمال صنعه وجمال هيئته وأعضائه وقوة إرادته وسمو مصيره وقدره، وكلها بأمر إلهي مبين، وكلها تتم بكمال، وذلك لأن من يسمى لالو أو الإنسان يحمل مكونا إلهيا في ذاته، هو سبب وجود الوجود أصلا، كما يخبرنا إله الحكمة أنكي في مخاطبته للآلهة العظام السومريين قائلا: سوف نضحي بأحد الآلهة ونعجن طين الإنسان بلحمه ودمه لينتزج الإله والإنسان معا في الطين، ولتوجد الروح البشرية من جسد الإله، ولتعلمه أن الحياة أضحت رمزه، لتوجد الروح البشرية ولا تنسى أصلها. ذلك الأصل هو العقل بلا أدنى جدال، وبالمعنى الهيجل الأعمق إذا جاز القول. أما غاية خلق الروح البشرية من جسد الإله فليست إلا حرية الآلهة، لأن الإنسان خلق ليخدم الآلهة، وبالمعنى الهيجلي أيضا هنا، حيث المطلق يستخدم الجزئي والله يستخدم الإنسان لتحقيق أهدافه في التاريخ. فذلك المكون الإلهي في البشر العقل سيجعل في ملحمة قلقامش حتى البغي تتباهى بعقلها البشري على الموجودات الأخرى،
عندما هللت تبشر رمز القوة البدائية المارد أنكيدو بعد اتحاده الجسدي بها، صرت تحوز على الحكمة يا أنكيدو وأصبحت مثل إله. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور حسين، محاضرة قيمة، وأعتذر جدا لأن الوقت داهمنا، فيعني بلغت حضرتك بقى 5 دقائق. المحاضرة شيقة جدا. أساتذتنا الأعزاء، زملائي الكرام، تعرفون آلية المداخلات وطرح الأسئلة برفع اليد. اللي عنده سؤال أو مداخلة يرفع يده. يتفضل دكتور علي عبد الهادي المرهج. دكتور علي تفضل، افتح المايك دكتور علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا دكتور. بداية شكرا جزيلا لرئاسة جامعة المستنصرية وعمادة كلية الآداب وقسم الفلسفة، يعني دائما هو هذا النتاج الرائع والمميز. وشكرا للأخ والأستاذ الصديق دكتور حسين هنداوة على هذه السياحة اللي اعتبرها سياحة في التراث، قدم محاضرة من أروع ما يكون من وجهة نظري، وأنا من المهتمين أظن يعني بمادة الفكر الشرقي، وقد تواصلنا أنا وهو كثيرا. المهم سأختصر، أنا أرى أن هذه القراءة التي قدمها دكتور حسين هي يعني سواء على مستوى التأكيد التأثر التاريخي لفلاسفة يونان أو للفلسفة اليونانية، سواء بالحضارة البابلية أو بالحضارة المصرية، فهو هذا أمر أعتقد تاريخيا حسم، وكثير من المؤرخين أثبتوا ذلك، وحتى في العراق كثيرا أيضا اشتغل عليه، مثلا الدكتور حسام الألوسي، والدكتور طبعا الهنداوي يعرف ذلك. ايضا يعني الدكتور محمد النجم عندنا ايضا اشتغل على فكره الوجود في الفكر الرافدياني، وبين بعض مواطن التفلسف البابلي والرافدياني بشكل عام. ولكن الذي يعني اسال به دكتور حسين ان هذه رؤيه ما بعد وليس رؤيه ما قبل، يعني انا اعتقد ليست قيمة عليا أن تكون الفلسفة في العراق أو لا تكون في العراق، لأن العراق حضارة قائمة بذاتها، وحضارة يعني في وقتها هي الحضارة الأولى في العالم ولها إبداعات كثيرة. ولكن تأويل النص الأسطوري أو تأويل الحكاية التاريخية خلينا نسميها في الحضارات القديمة، هذا يعني يأتي في الما بعد. أن تكون الفلسفة اليونانية هسه تاريخها أنه مع طاليس أم ليس مع طاليس، هذه كتابة مؤرخين. ولكن الفلسفة بمعناها التفكير السببي وارتباط العلة بالمعلول والإيمان بمفهوم الضرورة، هذه كلها لم تكن موجودة بمعنى موجودة في الفكر الفلسفي في الفكر الأسطوري الرافدياني. بمعنى آخر أن العقل الرافدياني يشتغل داخل منظومة الأسطرة، والعقل لا يغيب بهذا المعنى، كما العقل الصوفي مثلا، العقل الصوفي لا يغيب تماما كنتاج يعني داخلي، ولكن المنظومة الأكبر هي المنظومة الباطنية، أو سميها الجوانية أو سميها الغنوصية، سميها ما شئت. وبالتالي أنا أعتقد جهود دكتور حسين هي جهود صالح تأكيد أولوية البحث العراقي والتميز العقل العراقي، ولكن كمن يأتي بمنهج ماركسي مثلا، ماركسي ويدرس التراث العربي على أن فيه ماركسية، فهي من محاولات قدمت مثلا في التراث العربي والإسلامي، ولكنها إلى أي حد تكون ناجعة ونافعة. شكرا جزيلا مرة أخرى للدكتور حسين، وأتمنى التواصل دائما. شكرا جزيلا دكتور. نعم دكتور حسين، عندك تعقيب على الكلام قبل ما ننتقل إلى سؤال آخر؟ نعم عندي، يعني شكرا جزيلا على ملاحظة الدكتور علي مرهج، أعتقد هو صحيح في جانب من اللي ذكره صحيح، بس أنا أعتقد أنه قضية الأصول
الفكر العقلاني خاصة لم تحسن في هذا المجال. لو نرجع إلى كتب تاريخ الفلسفة في الغرب ما نجد غير إشارات بسيطة جدا حول وجود فلسفات أو فكر عقلاني في الحضارات القديمة، كل الحضارات القديمة الشرقية. بس هنا يعني هناك حركة جديدة حتى في الكتابات الغربية، ذكرت عن برهية وأيضا عدد من الكتاب بوتيرو وغيره، بدأوا يعيدون الاعتبار للفكر العقلاني الفلسفي حتى البابلي والسومري، لأنه هاي مسألة مهمة جدا حتى بالنسبة لنهضة أي شعب أي منطقة، يحتاج إلى أن عنده تأصيل وتأسيس في هذا المجال. الفكر الغربي أساسا يعني سبب عدم الاعتراف بالفكر الشرقي هي ظاهرة جديدة في الواقع، بدأت في حدود القرن الرابع عشر، لأنه كانت هناك نهضة قومية أوروبية بدأت في عملية إعادة الاعتبار للفكر الإغريقي كأنه فكر أوروبي حصرا، وعلى هذا الأساس ظهرت حركة حتى الحركات القومية. فأعتقد هذه مسألة مهمة جدا، إحنا مو فقط نريد نثبت بأي ثمن أنه كان هناك عقل أو نتاج فلسفي، بس هذه كل مكان. عندما أتحدث عن طاليس عندما قال أنه مثلا هناك روح في المغناطيس، وهذا أشبه بالفكر أسطوري في الواقع، لكنه اعتبر مؤسس وأول فيلسوف في الفكر الإغريقي. بالنسبة للنقطة الأخرى، هو يعني أنا أعتقد ما لدينا من فكر من نصوص سومرية وبابلية لا زال جزء يسير جدا، وأيضا مثل ما ذكرت الجزء الرسمي وجد في مكتبات الحكام والملوك. معظم الفكر احنا الآن في بعض الدول الفكر النقدي كله يعدم ويلغى، فنحتاج أن نبحث ونعرف أيضا بالمقابل أن هناك الآن عشرات النصوص، ملايين القطع الأثرية اكتشفت ولم تترجم بعد. نحتاج أن نشوف معرفة أوسع في هذا الفكر، ويعني بالأخير نحن باحثون نحاول نطور الفكرة في أي مجال. شكرا جزيلا دكتور حسين. معانا دكتور معتز، أعتقد نعم دكتور معتز تفضل افتح المايك من المكتب. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا لجامعة المستنصرية على هذه الأمسية الرائعة، وأود أن أبين إعجابي الكبير بما قدمه أستاذنا الفاضل الدكتور حسين الهنداوي في هذه الفلسفة الرائعة لدراستها بشكل جميل. حقيقة أضاف لنا معلومات قيمة، وكما عهدناه دائما في كتاباته وفيما يقدمه من طروحات رائعة، تمنياتي له بالموفقية. وأشكر أيضا هذه المنصة العلمية، وأتمنى لكم الموفقية والنجاح. شكرا جزيلا. الأستاذ المساعد الدكتور معتز عناد غزوان، كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد. شكرا. شكرا جزيلا دكتور معتز. نعم زملائنا الحضور الذي لديه سؤال يرفع اليد أو يكتب لنا بالشات حتى أفتح الصوت لكم. نعم ويانا دكتورة منتهى. نعم زملائنا الذي لديه سؤال يتفضل يرفع اليد. دكتور عبد الباقي سيد العميد تتفضل، بما انه يعني الاسئله خلصت تتفضل حضرتك دكتور عبد الباقي. نعم شكري سيد رئيس الجامعه المستنصريه المحترم الدكتور حسين المحترم والساده الحضور المحترمون. حقيقه نتقدم بالشكر والتقدير
الأستاذ الدكتور حسين الهنداوي على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذه حقيقة المعلومات المهمة التي تفضل بها. شكرا باسم الجامعة المستنصرية كلية الآداب لهذا الحضور الكريم حقيقة من مختلف الجامعات العربية ومختلف الجامعات العراقية وأيضا أساتذة الجامعة المستنصرية. الشكر والتقدير لإدارة المنصة. تبقى منصة كلية الآداب هي هذا الفضاء الثقافي والمعرفي الذي حقيقة يقدم كبار العلماء والأساتذة في مختلف مجالات المعرفة والثقافة. باسم كلية الآداب نتقدم بشهادة تقديرية لجناب الدكتور حسين الهنداوي تثميناً وعرفاناً واحتراماً وتقديراً لهذه المحاضرة القيمة ولتشريفه منصة كلية الآداب الجامعة المستنصرية هذه المنصة الدولية. شكر والتقدير والمحبة والاحترام لكم دكتور حسين، ونتمنى أن نلتقي بجنابك الكريم في محاضرات قادمة وفي مواضيع أخرى. تقبل حقيقة أسمى آيات الاحترام والتقدير والمحبة من عمادة كلية الآداب ومن الجامعة المستنصرية. شكرا جزيلا دكتور عبد الباقي. السيد رئيس الجامعة دكتور حميد فاضل التميمي، كلمة أخيرة للباحث قبل ما ننهي. نعم، شكرا دكتور مهند، وشكرا لدكتور هنداوي على هذه المحاضرة الغنية والرائعة جدا، وحقا استفدنا منها. شكرا له، وشكرا لتواصله مع الجامعة المستنصرية، وشكرا للحضور اللي زاد عددهم عن أكثر من 110 حاضر بيناتنا، فشكرا لهم. وأتمنى أيضا أن تكون لنا لقاءات قادمة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيد رئيس الجامعة. نعم دكتور حسين الهنداوي، كلمة أخيرة لحضرتك. شكرا جزيلا لدكتور رئيس الجامعة دكتور حميد، وأيضا للدكتور عبد الباقي ولكل الأخوان والدكتور علي ولحضرتك أيضا. كانت بالنسبة لي فرصة كبيرة في الواقع أقدم بها بعض الشيء. هو الموضوع يتعلق بكتاب واسع، موضوع الفلسفة البابلية، هذا كان جزء بسيط من الطرح يتعلق في قضية المقدمة في الواقع، لكن هناك فصول حول الفكر السياسي البابلي وأيضا حول جوانب أخرى بالفكر الفلسفي البابلي، قضايا تتعلق بالأفكار خاصة موضوع البعد الجدلي. أنا أعتقد قضية الأصل البابلي لكلمة حب الحكمة لمفهوم الفلسفة مسألة تحتاج أن تتابع دراسات أخرى، لأنه مسألة مهمة جدا. وأيضا قضية العلاقة بين الله والإنسان، وأيضا قضية البعد الجدلي، لأنه عندما نقارن بين كتاب هيجل وفصل في فينومينولوجيا الروح حول العبد والسيد، وهناك كتاب آخر لديدرو أيضا حول السيد والعبد، وهناك تواصل حتى مع زينون في هذه المسألة. الأصل البابلي واضح، يعني لحسن الحظ اكتشفنا هذه النصوص مؤخرا، خلال الفترة الماضية 150 سنة فقط اكتشفنا كل هذه المعطيات التي كانت مجهولة من قبل. شكرا جزيلا على هذه الفرصة الثمينة، ونتمنى أن نستمر في تقديم أي مساهمة في المستقبل القريب. شكرا جزيلا دكتور حسين الهنداوي على الجهود المبذولة لهذه المحاضرة. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور حميد فاضل التميمي رئيس الجامعة المستنصرية. شكرا جزيلا للسيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر. شكرا جزيلا لجميع الحضور الكريم. نلتقي وإياكم ومحاضرات أخرى إن شاء الله على منصة كلية الآداب. أهلا ومرحبا بكم، مع السلامة.